منذ تأسيس الحزب في 2012 ونحن ننادي بأخلاق العمل السياسي، وها اليوم نختم على ميثاق اللي حقيقة راح يكون القاسم المشترك بين كل المترشحين، وهذه بداية طيبة، وإن شاء الله تنتهي هذه الانتخابات بعرس يوم 12 ديسمبر وتخرج الجزائر إلى بر الأمان. ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية شأن جديد وشيء عظيم في نفس الوقت، وهنئ السلطة على ما أنجزته من عمل جليل. ويشهد هذا اليوم على أن هذا العمل هو عمل تاريخي بالنسبة للدولة الجزائرية، بالنسبة للأمة الجزائرية. إنني ألتزم أمام الشعب الجزائري كما التزمت في التوقيعات بأنها نظيفة، سوف أنتزم بحملة انتخابية نظيفة. أكرر سعادتي أن أوقع اليوم على هذا الميثاق وأنا جزء مع إخواني هنا المترشحين الخمسة، نحن شركاء وطن متنافسين على منصب رئيس الجمهورية ولسنا خصومة وأعداء. بهذه المناسبة أنا شاكر كل الشكر للسيد الرئيس الهيئة المستقلة على وضع هذه اللبنة الأولى للجزائر، جزائر الغد، وللجمهورية الجديدة كما نتمناه إن شاء الله. شاكر لأصحاب السعادة، شاكر لكل عضو في الهيئة المستقلة، أتمنى كل الخير للوطن وللمواطن. فهذه اللحظة هي ميلاد لثقافة جديدة، ثقافة النزاهة والتنافس الشريف، وهذا الذي نأمله من خلال هذا الميثاق الذي نوقعه اليوم ووقعناه، وهو شهادة حقيقية لتمكين الديمقراطية الجزائرية من أن تعمر طويلا وتذهب إلى أبعد مدى. ألتزم كمترشح بهذا الميثاق وبكل ما جاء فيه.